دائما كنقولوا في الدوش القوات ديال الضوء، الانابيب ديال الضوء، الانابيب ديال الماء ما كتمشيش في الارض ديال الدوش، اما في البلافو اما في الحيط، في الارض ديال الدوش ما خص يدوز فيها لا قادوس الماء لا قادوس ديال الضوء. للاسف تريسيان شو خدمه ليدير. ما كانش عندي الوقت باش غادي ندير فيديو بالنسبه لبني، فدرت لكم غير بعض الصور هادو باش تشوفوا الطريقه باش تبنا تاخذوا عليهم فكره فقط. كما كنلاحظوا لبني الياجور كيمشي في الجنب حبه كبيره، وكما نبين لكم في واحد الطرف ديال الفيديو صغير انا كدير حبه صغيره بالنسبه للوسط ديال السيبور، اما في الجنب كتمشي حبه كامله. وكنحاولوا الياجور ما يقيسهاش. دائما الياجور يبقى هذا الفراغ بيناتهم، يكون ياجور رقيق. كاين بعض الناس كيديروا ياجور عريض بزاف وكيلقاو اشكال في التركه ديالها من بعد. اذا دابا نشوفوا ان شاء الله النتيجه. بس هنا غادي يكون لافابو مقام على الباب، هنا كاين مرحاض معلق، او هنا مصانيش. واخا خويا ادريس شويه وشوف. اوكي، هذه البياس ديالها يكون فيها هنا نخرج الكنز. شنو نفس الدير ديال متر وعشرين على ستين، زلي يجي يقطع هادي راسو بلا ما يتشاور مع البلومبي، مبقاش خصو يديرها. بالنسبه للتيج ديال الى خدمتي بالسيربور ديال الكروير كتكون زايده فيه 4 سنتيم، يعني هنا يمكن نخرجوا 4 سنتيم، هما كما كتشوفونا داخل خرج غير واحد 3 سنتيم، يمكن انا نخرجوا 4 سنتيم اخرى. الى تعديت 4 ديال السنتيم هذا غادي يطيح من بلاصتو، وفي حاله جاكم قصير يمكن تبدلوا واحد اخر كبر منه، واحد اخر طويل. يعني كاين بعض الناس كيتصلوا بيا كيقول لك لقينا مشكل ان التيج قصير، كنهضر على التيج. اما بالنسبه الاساس ديال المرحاض الكروي ما غاديش يكون عندك فيها مشكل، حيت عندها هنا غير بالريح ما تبقاش فيها مشكل، لكن بحال جينيبريت او ماركات اخرى كيكون عندها التيج ديالها الى في التي، هاد البلاستيك هادي فات الحد ديالها ما غاديش تخدم لك. اما بالنسبه لاخر القوات كذا كلشي كيترقع، ومن الافضل يكون من الاول العبار مضبوط ما تعداش هاد القياس اللي يكون عندك هنا في البلاستيك، راه ماشي اشكال. اذا دابا ان شاء الله نمر بالطريقه ديال التركيب ديالها. كما قلنا المرحاض هنا يكون واحد الدوشيت صغير، وهنا لافابو مقابل معنا كما كنشوفو تقيل بالنسبة للضوء ها في الخارج. هنا غادي يكون غير البرد عندنا، ها هو البرد، ها هو الرعيم كما كنشوفو تقطع في وجهي باش يفينيسو ان شاء الله. عندنا دوش اخر، هذا واحد اخر حتى هو كالعادة فيه لافابو، وهنا عندنا مرحاض الحولة معنا كالعادة. ها هي هذا ان شاء الله غادي ربما احتمال بقى لي شي وقت نديرو فيديو اخر تركيب ديال المرحاض ديالو حتى هو. دابا حاليا المرة هادي السيبور عندنا ديال كروي، والمرحاض عندنا جاكوب دي لافون. تابعو معنا الطريقة ديال التركيب ديالو ان شاء الله. انتراسي الطاساج الثانية وحتى هو
شوفوا بالنسبه لتقابيل التيج ديالنا نخليو له جوج سنتيم زايده الفوق او جوج اونص ونشوف شحال عندنا. اذا هنا عندنا 9 اونص ضربت الله هنا كتبقى لي هنا 9 اونص، اذا خص التيج ديالنا يكون خارج 9 سنتيم اونص. اوكي هذا بالنسبه لهذه نسيت كما قلت لكم في الاول كان فلوتو ديالها ما كيقطعش، يعني الماء منين عمرت كان الماء كيدوز ونسيت ما طلقتش فيها الماء ديالها والنتيجه اللي وقعت. اذا دابا غادي ندخلوا هذا في المكان ديالو مزيان، هذا راه هي ندخلوه مثلا هذا في المكان ديالو نشوفوا التراسج ما فين جاي التراسج. بالنسبه للتراساج ديالنا هادو راه عطاونا ريغليليشن، ها هو التراساج فين بقى عند الحيط، ها هو التراساج لي فريت التراساج جا هنا كبير غادي نقطعوا هاد العبار هذا بما ان التراساج جا في المكان ديالو صافي راه مناسب، وهذا كذلك حتى هو راه جا مناسب، يعني المرحاض جا داخله واحد شويه وعطات بالنسبه للتركاب هنا مناسب تماما، يعني ما غاديش نحتاج لا نزيد لا نقص. بالنسبه للتيج غادي نخرجوا دابا كما قلنا غادي يكون 9 سنتيم ونص باش خارج على الحيط. كما قلنا التيج غادي نحلوه حتى غادي يوصل لينا 9 اونص. انا راني متاكد بلي التيج عندي فيه زياده هنا، عارف القياس اللي غادي نزيد ليه حيت خديتو العبار من الاول. من الافضل انكم تعرفوا التيج ديالكم من الاول شحال فيه ديال الطول باش تبقى فيه جوج سنتيم تما الداخل وما غاديش يكون عندكم نقص، حيت الا وصلت تما قل من جوج سنتيم غادي يشكل خطر انه يقدر يتفلت من البلاصه ديالو، يعني من الاول عبروا التيج ديالكم باش تعرفوا واش غادي يكفيكم ولا لا. بحال انا جاكوب ديال لافون دير فيها الديفو هذا خايب شي شويه لان التيج كيطلب واحد المساحه طويله للخروج ديالو، كيطلب 9 سنتيم نورمالمون خصو 7 8. واخا نشوفو هنا واش عندنا 9 اونص باقي خصني واحد نص سنتيم، نسيت نخرج نص سنتيم. اذا التيج ديالي راه خارج مزيان، هادو العبارات ديالهم هما هادوك، اذا نبقى غير نجبدهم نقي المسائل ديالهم وغادي نوليو نردوهم ان شاء الله. صافي هادشي اللي بقى كيجي فيه عبار الا جات معايا الا مشي جهه كطلع على صفحه الطبره هي عبار ماشي غير تحطها وصافي. هو راه مايله كما قلنا هاد البلاستيكات راه فيهم عبار، غادي البلاستيكات كدورهم كيف ما بغيتي باش يكريقلو في العبار. ها البلاستيكه دابا دارت هي ولات دابا العكس كاع. دابا مزيان، اذا بقى ليا الا نزيرهم مزيان. Thank you.
بالنسبه للتركيب ديال السي فور ما صورتوش حيت عندي بزاف ديال الفيديوهات ديال السي فور من الكبينس غير قروي عندي فيها جوج وكاين ماركات ديال تركيا عاوتاني عندي فيها شي جوج اخرين كاين ماركه ديال المانيا عاوتاني عندي فيها شي فيديو او جوج لذلك ما بغيتش نصور السي فور باش نكثرهم يعني ماشي ندير فيديو غير على ود حيت راه خص يكون فيديو يعني اللي بغى يشوف الطريقه ديال التركيب ديال السي فور راه موجودين في نفس القناه وبعده الطرق اذا توكلوا الله راه شويه في ادريس باش تعاني معاك فيها ديال باش تفتح النص هي هذه كتفتح غير النص هذه كتفتح كلشي التركاب ديالها كتهبطها لتحت كتطلع لفوق هيك تريد نزل ديما قطع على منيح بالنسبه اللي ما عجبنيش في المرحاض ديال جاكوب دي لافون ديفو اللي ما عجبنيش هو هاد لي سباس علاش عطينا هاد لي سباس كبير بزاف يعني هذا علاش غادي يبقى مفتوح هاد لي سباس على كامل نورمالمون بحال المراحل هادي خصو يمشي في هاد النيفو هذا طاو لي سباس بعيده بزاف في الحيط يعني ضيعت لها الجماليه ديالها يعني حنا كنديرو مرحاض معلق يعني باش نستافدو من هاد المساحه هادي هما ديك المساحه ضيعوها يعني ما خدامه والو صغار شي شويه نقصو حتى هذا خصو يصغر شي شويه حتى هو نقصو منو شويه اذا كما كنلاحظوا بعد ما ركبناها هنا بقات زايده واحد شويه وهنا ناقصه اذا بياسات هذوك نصنفعهم من هنا قبل ما نزيروهم وهذيك العلقه تطفى شويه هنا قبل ما تزير ها هي
قبل ما نزيرو كالعادة نتوقعو هنا صافا نشوفو واش غنطلع شوية. هبط عندي هنا كما كنلاحظو هو هنا كاين هذا، يعني الديفو مخصوش يباسر اللور. إذا القياسات قبل ما تزيروهم دائما تتريبلو الأمور ديالكم كاملة عاد تزيروهم. إذا دابا هنا حصلنا على الفينيسيون المطلوب ديالنا، عاد نقدرو دابا عشان نوقفوها أون زيرو. تمشي فينيسيون متناسق جميع الدورات تمشي مريبلين، عاد ديك الساعة يمكن لينا نزيروها. لاحظوا نسنجيش بعيسى